مرحبا مجددا. حكومة جديدة في السودان، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير. حقائب وزارية أعيد توزيعها وأخرى كلفت لقادمين جدد إلى دار الرئاسة، فيما بقي آخرون من دون أي تغيير. في موازاة هذا المشهد مشهد آخر مستمر منذ أشهر، احتجاجات رافضة للبشير والحكومة ومطالبة بالتغيير ومطالبة بقرارة جديدة في مواجهة الفقر والبطالة وعدم المشاركة السياسية. أمام هذه الحشود والتظاهرات مهام جسيمة على عاتق الحكومة الجديدة، يعول البشير على تلبيتها، لكن آخرون يشككون. في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ قرابة 3 أشهر، يأتي التعديل الحكومي الجديد الذي أجراه الرئيس السوداني عمر البشير، متزامنا مع تسريبات من مصادر مقربة من الحزب الحاكم عن وجود خلافات داخل الحزب بشأن هذه الخطوة التي جاءت في ظل وجود حالة الطوارئ. وانتقد الحراك الشعبي التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة محمد طاهر أيلة، معتبرا إياها ذرا للرماد في العيون، كونها ما زالت تدار بالطاقم الوزاري القديم، وأنها إجراءات شكلية أكثر من كونها تعديلات جوهرية في أسس النظام الحاكم. وتنظر المعارضة السودانية إلى الخطوة الحكومية على أنها رهان خاسر، في وقت أشار فيه رئيس الحكومة الجديدة إلى الخطوة بأنها جزء من سلسلة الإصلاحات التي وعد بها البشير. وطال التعديل الحكومي 15 وزارة، بينها الداخلية والمالية والنفط، واستثنى وزارتي الدفاع والخارجية. في مقابل التحرك الحكومي، ثمة دعوات مستمرة لتفعيل العصيان المدني الذي أعلنت عنه في وقت سابق قوى ما يعرف بإعلان الحرية والتغيير، ودعوات مماثلة من تجمع المهنيين لمواصلة الاحتجاجات، وهي تضع علامات استفهام كثيرة على مدى تقبل الشارع السوداني للتعديلات الوزارية على أنها جزء من الحل للأزمة، خصوصا وأن الاحتجاجات تصل ذروتها في كل جمعة كما جرت العادة. فكيف سيكون رد المتظاهرين على التعديلات الوزارية إذا ما تجددت الاحتجاجات يوم غد الجمعة؟ إذن نستكمل الحوار حول السودان وآخر التطورات. ينضم إلينا من الخرطوم الباحث في المركز الدولي للاستشراف المستقبلي الدكتور محي الدين محمد محي الدين، ومن لندن عبر سكايب الدكتورة سارة عبد الجليل المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين ونقيبة الأطباء في المملكة المتحدة. ضيفي الكريمين، شكرا لكما. أود أن أذكركما بأن بإمكانكما أو أي منكما استيقاف الضيف الآخر لأي نقطة معينة حتى يعني لا ننسى ولا نؤجل الحديث ويدركنا دون أن نغطي كافة النقاط. يا دكتور محي، منذ اليوم الأول والمظاهرات تطالب بإسقاط النظام، لم تطالب بحكومة جديدة، لم تطالب بشيء من هذا القبيل، كان هناك رفض للحوار وإسقاط للنظام، واليوم يتم إنشاء حكومة على أمل أن يكون لربما هذا يحلحل الأمور قليلا من جانب السلطة، ولكن أيضا يقابل بالرفض. ألا ترى بأن السلطة في السودان تسير بهذا التغيير الأخير في الاتجاه الخاطئ، مع تغيير يعني قد لا يعني كثيرين اليوم من الشارع في الحكومة؟ نعم، طبعا الأمر يعني لا يمكن النظر إليه بهذه الصورة، لأن الاحتجاجات هذه مع المبررات التي نقدرها جميعا والتي قالت الحكومة أنها تقدرها لا تعبر عن جماع رأي الشعب السوداني، هكذا يجب النظر إليها، أنها آراء لبعض المجتمع السوداني في هذه الحكومة، هناك من يقفون معها وهناك من يقفون في الحياد، بالتالي لا نتصور في مثل هذه الظروف أن تقبل الحكومة بالرأي الذي يقول به المعارضين، لكن المنطق يقول أن الطرفين لابد أن يبحثا عن مشتركات تمكن البلاد من الخروج من هذا الواقع الجديد لأفق سياسي مستقبلي قادم تكون فيه المشاركة للجميع، لكن نظرة الإقصاء أو المطالب هذه
المتشددة التي تطالب بإسقاط النظام لا تعبر عن رأي الشعب السوداني، وبالتالي طيب قبول الحكومة بها واضح يكون في إطار التكتيكات السياسية جميل تواصلا مع الأجسام جميل التي تعبر عن المعارضة. جميل جميل. اليوم عندما نقول بأن هناك حكومة، راح أمشي معك في نفس المسار وأشكر صبرك معنا أستاذة سارة. اليوم عندما نقول بأن هناك حكومة جديدة سيكون لديها أولويات وستبدأ بتنفيذ لربما أو تخفيف العبء الاقتصادي الذي يجري في البلاد. خذ هذا الخبر على سبيل المثال، تم الإعلان عن الحكومة، تمام، الجانب المصري أعلن تأجيل تشغيل الربط الكهربائي لأجل غير مسمى مع السودان. أليس هذا تحدي كبير؟ التحدي يزداد ويتحول ويتغير بشكل أكبر. اليوم يعني هناك من يخاف أصبح على أن يضع يده أكثر في السودان لأنه سيغرق مع السلطة. يا أستاذي الكريم، يا أستاذ محمد محي عفوا، طبعا هذا الافتراض يعني لا استطيع ان اقول انه طبعا اقول لك صحافه، انا هذا ليس لي راي يعني. حقيقه ما يدور في السودان انا اتفهم ان نعم انا سارد على هذه النقطه، نعم تمام. انا سارد الان انا اعلم انك تعبر عن وجهه النظر الغائبه تمام في هذه المقابله. شكرا. الذي أريد أن أقوله أن الربط بين حديث الجانب المصري عن أن يعني التوقف عن برنامج الربط الكهربائي مبرراته كما جاءت في الصحف المصرية كانت هي عدم وجود وزير مختص للكهرباء ليتم التواصل معه، هذا الأمر انتفى اليوم بتشكيل هذه الحكومة. أنا لا أعتقد أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الحكومة إلى يعني إلى زوال أو هكذا. الذي نريده هو أن نخرج من حالة الاستقطاب الكبيرة التي يشهدها الشارع السوداني، لأن ذلك سيكون له انعكاساته الكبيرة على مسار الأوضاع الاقتصادية والأمنية. في المسار الاقتصادي أتوقع أن هذه الحكومة في هذا التوقيت بهذا العدد القليل مقارنة مع عدد الوزراء في التشكيلات الحكومية السابقة يشير إلى أن تحولا هيكليا يتم إنفاذه على صعيد ترتيب دولاب الدولة لإنجاز عملية التحول في الواقع الاقتصادي والبحث عن وسائل للخروج من الأزمة تمام السياسية الراهنة طيب تواصلا مع المعارضين. مجددا أستاذة سارة أشكر صبرك معنا. لاحظي أثار الدكتور محي الدين نقطة مهمة جدا، وقال لك على سبيل المثال المشروع الذي تم إيقافه ربط الكهربائي لأنه لم يكن هناك وزير في الحكومة، أنتم تطالبون بإسقاط كل شيء، إذن لن يبقى أي شيء، وقد لربما يسقط الكثير من أمثال هذا المشروع وغيره من الارتباطات السياسية والاقتصادية للسودان مع الخارج ولن يتحقق شيء. أنتم أيضا تجمع المهنيين السودانيين رفضتم الاشتراك بالمظلة التي لربما ستعقد في الأسبوع المقبل في باريس أيضا يعني أستاذة سارة، وهذه نقطة أيضا غاية في الأهمية، وما زالت المعارضة اليوم ليست على قلب رجل واحد ولا تشكل كما يطرح في الصحافة بديلا للنظام أو للبشير على الإطلاق، فلماذا ترفضون الحكومة الجديدة إذا أستاذة سارة؟ تفضلي. أحاول أرد على كل هذه النقاط. الحكومة الجديدة التي تم إعلانها هي ليست حكومة جديدة، هي عبارة عن إعادة بتاع التدوير لنفس الأشخاص في أماكن مختلفة أو في مقاعد مختلفة، بالتالي لها ليست بحكومة بتاع كفاءات كما ذكر. النظام الحالي له 30 عام وأتيحت له عدد من الفرص لتحسين الوضع في السودان ولتحسين الإدارة، ولكنه فشل لأنه نظام لا يلتزم وليس لديه أي التزام تجاه التنمية وتجاه النهضة في السودان، كما أنه نظام معروف بالفساد ونظام معروف بس وزير الداخلية جديد، وزير المالية جديد، وزير النفط جديد، وهذه وزارات سيادية ثلاث، ويعني ونقطة مهمة أنه كل الدول تطالب لربما بتغيير كل الوزارات، كل الحكومات تغير كل شيء إلا الثلاث وزارات سيادية. هذه المرة في السودان تم تغيير السياديات الثلاث، تم محاولة مستميتة من النظام السودان للتشبث بالحكم. المنظومة كلها الحاكمة هي منظومة فاشلة في الإدارة ومنظومة تتميز بالفساد، وده معلوم للعالم الإقليمي والعالم الدولي. دي الإجابة الأولى، فإنه تغيير الحكومة لن يغير من موقف الشارع السوداني ولن يغير من موقف قوى التغيير
والحرية. دعني أختلف مع ضيفك الكريم بأنه ما يحدث الآن في الشارع السوداني هو أنه الشارع الآن يطالب هذا النظام بأن يتنحى. وها الآن في وحدة صف بين جميع القوى، القوى الشعبية التي بدأت هذه الثورة، المهنيين، المدنيين، الحزبيين. فبالتالي لا يمكن التقليل من هذه الوحدة، وإلا ما استمرت المقاومة لمدة 3 أشهر. عندما أعلن عبد البشير حالة الطوارئ استمرت المقاومة. تمام، لا 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 أحد يقلل من، لا أقول بأن صف واحد. أنا أود أن أخذ منك الكلام. يعني في الأسبوع المقبل هناك دعوة من قوى نداء تونس في الخارج في باريس لأن تنضموا لهم في هذا اللقاء، ولكن هناك رفض من قبلكم. لماذا؟ هل لأنكم تتمتعون بشرعية وهم لا يتمتعون بشرعية، يسعون للانضواء تحت مظلتكم في شرعية الشارع؟ يعني ليش ترفضوا طيب؟ يعني إذا تقولون بأنه هذا هو صف واحد، أنا هذا هو سؤالي أستاذة سارة. في عدد من اللقاءات، فأنا جاية لك للنقطة الأخيرة فيما يخص اللقاء. اللقاء الذي تم تنظيمه من إحدى القوى في المقاومة، من حقهم إنهم يتم تنظيم ما يرونه مناسباً للنقاش في وضع السودان. ولكن تجمع المهنيين كما أعلن وكما يعني وضح بأنه أي نقاش يختص السودان لابد أن يكون هذا النقاش نقاش شامل لجميع القوى المشاركة في التوقيع على إعلان الحرية والتغيير. عليه نحن يعني على كامل الاستعداد في إنه نجلس مع بعض كقوة متوحدة لهذا النقاش. النقطة المهمة في الموضوع دي أنت ذكرتها وأنا لم أجب عليها بسرعة إلى الآن، إنه لا يمكن أن يعني أن نثق في هذا النظام، ولا يمكن أن نثق في أي يعني أطروحات من هذا النظام، لأنه نظام يعني أثبت فشله بجدارة. تمام. يرى كثيرون يا أستاذ محي الدين بأن النظام لربما يرفع في جهة ويسقط في 10 جهات أخرى. هنا قصة الناشط السوداني ناظم سراج الذي سيبدأ أضرابا عن الطعام ابتداء من يوم غد الجمعة في حال استمرار اعتقاله من دون تقديمه للمعارضة، وأنت تعلم جيدا قصة هذا الرجل ومقامه من تقديمه لربما من مساعدات للجرحى ولربما ومصابين في أثناء التظاهرات. هذه هي قصة ناظم، نعود بعد هذا الحديث. منذ 31 من يناير الماضي لم يسمع أو يقرأ أكثر من 37,000 شخص هم عدد متابعي صفحة الناشط السوداني ناظم سراج أخبارا عن أوضاع المصابين في التظاهرات المطالبة برحيل البشير وظروف عائلاتهم أو حجم المساعدات المقدمة لهم. خلت الصفحة من أي جديد إلا من السؤال عن مصير ناظم نفسه، فهو موقوف لدى الأجهزة الأمنية السودانية منذ ذلك التاريخ. ناظم الذي اعتقل من أمام مستشفى الساحة في الخرطوم كانت صفحته على الفيسبوك مصدر الباحثين عن معلومات دقيقة حول الضحايا والمصابين عقب كل تظاهرة. فهو وآخرون كانوا يتولون جمع التبرعات من داخل السودان وخارجه وتوظيفها في إسعاف وسداد فواتير علاج تلك الحالات التي لم تشاهد الأجهزة الأمنية وهي تسعف واحدة منها. ناظم ليس الوحيد بحسب ناشطين المغيب دون أن يعرف عنه شيء، فعدد من الناشطين في مبادرة شارع الحوادث، وهي مبادرة تضم شبابا وفتيات مهمتهم الانتظار أمام المستشفيات العامة والعيادات في انتظار حالات عاجزة عن دفع قيمة الكشف الطبي أو شراء العلاج من أجل تقديم المساعدة لهم. هؤلاء الناشطون موقوفون أيضا لدى الأجهزة الأمنية السودانية، والسبب ربما لأنهم بمبادراتهم قد أحرجوا الدولة بعمل هو من صميم واجباتها. خلال هذه الأيام منذ اعتقال ناظم وآخرين ظهر الرئيس السوداني أكثر من مرة، أعلن في بعضها توجيهه لمدير جهاز المخابرات صلاح غوش بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في السجون، لكن ناشطين يقولون إن الكثير من النساء لا يزلن خلف القضبان. في مرة سابقة أعلن البشير عن إطلاق سراح جميع المعتقلين لكن لا يزال في الحبس مساجين، حتى بات سؤال من يرأس من في السودان يسمع في الخرطوم. بالفعل يا أستاذ محي كما طرح زميلنا أبو بكر أحمد في تقرير، إلى أي مدى اليوم أصبح محرجا للسوداني المهني اليوم قيامه بواجبه
بالنسبة للحكومة أصبح أمرا محرجا جدا. انظر ماذا حصل في ناظم سراج، هل هذا معقول اليوم يا أستاذ محي؟ طيب هذا الأمر يعني لا نبرر اعتقالا متعسفا دون محاكمات، هذا أمر مبدئي، وأعتقد أنه من واجب الدولة أن تحدد التهم الموجهة للمعتقلين. ربما تكون هناك تقديرات أمنية معينة فيما يتصل باتصالات الأخ ناظم أو غيره من الموقوفين حتى الآن في المعتقلات، لأن خيوطا للتآمر تقول الدولة أنها بدأت تتكشف من خلال صلات بعض المجموعات المنتمية يعني المعارضين في تجمع المهنيين مع جهات داخلية وخارجية تريد توجيه أو تحريك الأحداث في اتجاه العنف المطلق. طيب. ربما خلال الشهر الماضي والذي قبله حدثت تحولات في تعاطي الحكومة والأجهزة الأمنية مع المتظاهرين، فقل عدد المصابين والقتلى، لأن يعني توجيهات قد صدرت في هذا الاتجاه. أنا لا هو لم يتم نسب أي عملية قتل أو اعتداء على متظاهرين لأي من المحتجين. الحالات القليلة التي تم كشفها كانت يعني وتم اتهام بها أفراد من نفس الجهاز، جهاز الأمن. يعني هذه نقاط مهمة كثيرة يا أستاذ محي، ولكن حتى نعطي الوقت لأستاذ سارة، لم يتبقى الكثير. أستاذ سارة، أود أن أخذ رأيك في هذه النقطة. لكن طيب هل كانت هناك اتهامات كانت هناك اتهامات نعم. أستاذ سارة، هل لك وجهة نظر مغايرة؟ كان في هناك اتهامات، ولكن المخابرات حول هذا الأمر. صحيح. تفضلي يا أستاذة سارة، هل كان هناك بالفعل نقطة تحول يتحدث عنها أستاذ محيي في تعاطي السلطات الأمنية مع المتظاهرين؟ خفت فعلا يعني مؤخرا؟ أنا لا أسمعك بوضوح أستاذة سارة، يبدو أنك غيرت مكان الهاتف يعني أو هناك ما يعيق وصول الصوت إلى الهاتف. أرجو تعديل جلستك إذا سمحتي. أنا لا أسمعك يا أستاذة سارة، مرة أخرى يعني بكل تأكيد سيتجدد هذا اللقاء. أود أن أشكرك للانضمام إلينا من لندن عبر سكايب، أعذرني انتهى الوقت يعني بمناسبة انقطاع الصوت مع حضرتك. الدكتورة سارة عبد الجليل المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين ونقيبة الأطباء في المملكة المتحدة، شكرا لك وشكرا جزيلا لك أيضا من الخرطوم الباحث في المركز الدولي للاستشراف المستقبلي الدكتور محيي الدين محمد محيي الدين، شكرا.